هذا السيد نسيبي بالضبط مع الربعة و21 دقيقة كيعيط لي ولدها، كيقول لي بلي انه خوه راه ذبح الام ديالو والدراس ديالها، ومشى نتفغير عقلي انه ملي جيت اتصلت بنسيبي واخذ انا وياه الخواتات هزيت الزوجه ديالي وجيت، ملي جيت كنطلع كنشوف واحد المنظر مرعب، كنلقى ولدها الكبير اللي مزوج شاده قدامه الجثه مفصوله عن الراس، واحد المنظر مرعب والله. هاد السيد ديجا كان كيهدد الام ديالو ماشي مره ماشي جوج، جات لعندي كتقول تحكي لي كنقول لها يلا ندير لك شكاية عند البوليس، ورغم انه كانت كتحن عليهم واحد الدرجه ما كتصورش هادشي اللي كاين. الله يرحمها ويوسع على ضيقة القبور في هذا النهار. هو ديجا مدوز مشدود في 2006، مدوز 10 سنين مع السلفيه، خرج في 2010 2016 فاش خرج، دوز 10 سنين من موراها خرج، كان بقى عنده اضطرابات نفسيه، عنده اضطرابات نفسيه بزاف، وكان دائما كان انطوائي، كان منعزل على العائله. مؤخرا في العيد ما كلاش معاها، عيطت عليا الام ديالو، جيت قنعته ما كانش مرتاح للام ديالو، رغم ذلك انه كانت كتحن عليه، كتعطيه الفلوس باش يشري الحشيش، كانت تبلى. والله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، الله يرحم. حاليا مازال ما شدوش اخويا، احنا ما على اتصال مع الناس ديال السلطه، مازال ما تشدش. صدمه كبيره في العائله. لقيت الراس لقيناه في الصباح عن طريق السلطه، لقيناه لاح هنايا، لا حول ولا قوه الا بالله. صدمه كبيره في العائله. صدمه كبيره اخويا، حمدنا الله وشكرناه وتنجزي ما عرفش والله، لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يرحمها ويوسع على ضيق القبور ان شاء الله. ديما كندوز مع الصباح نكل يركب بوحده، ما كيجمع حتى مع واحد والو. وداك الشيء اللي قدر الله الله اعلم شوف كيفاش. كيدير الفوضى هنا في الدار؟ لا 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 لا، كنا هما الجيران كاملين، كون ندير فوضى راه غادي كاعين وتصدع مع عباد الله كاملين، كون راه كل نهار مجموعين عليه. هو راه دابا كتشوفو ديما بحال ساكت، هو بحال مريض، بحال مسكين مرض في عقله شويه، ما بقاش كيزكي بزاف، ديما حالته ما منقياش، موسخ وداك الشيء، ما بقاش مدي حتى في راسه. هذا هو المشكل اللي كاين، داك الشيء اللي قال لي عقله دابا، هو مع بنادم عارف بنادم اللي كيمرض ما كيدير لا دواء لا والو، كيولي بان لي كتبان لي الامور كامله زوينه، حتى حاجه ما كتبقى عنده خايبه، هو كل شيء كيبان لي مزيان، واخا يدير واخا يسلخ واخا كاع يهز الرجل ديال بنادم واخا ما عرفش يدير، هذاك الشيء راه كيبان لي عنده هو هذاك الشيء بحال شي حاجه كتبان لي في ضميره زوينه دايرها هو. والله اعلم من كدا، انا ما حاضرش داك الشيء، ما نكذبش عليك، انا يلا سمعت الاخبار وجيت، انا ما حاضرش لداك الشيء، انا قلت لك الدري زعما كنشوفه ديما ساكت. حاضر حتى واحد ساكت داخل بارك، كنلقاه بارك هنا في هذه البلاصه على الصباح. فهمتي؟ من غير داك الشيء مع وفا زعما كون كان يدير الصداع راه غادي ينوض صداع على الصباح، كون كان بنادم كيشرب شي حاجه ولا يدير سميتو ولا من دوك النوع ديال الدراري اللي كيتخدروا راه غادي ينوض، ديما ينوض صداع، غادي يطلب من عند مول الفلوس ولا يطلب من عند شي حاجه ولا ما بغاش تعطيه هذيك الساعه راه غادي يدير صداع، لكن هو راه دريويش، انا كندوز انا يوميا من الزنقه.